صباح الخير يا عزام، تابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر. هيدا مهلكو كريم يجد اليوم 18 فبراير 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار النفط الخام. طبعا ارتفعت أسعار النفط وشفنا تسجيل أعلى سعر ليها منذ يناير 2020، وده راجع أكيد في المقام الأول للطقس المتجمد في تكساس اللي أدى لوقف طبعا سلسلة من الانقطاعات في المصافي، وبالتالي قلل الإنتاج النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا على مستوى البلاد، وده طبعا رقم قياسي. ومن المتوقع كمان ان يستمر التعطل ده لعدة ايام ان لم يكن اسابيع، وده كان ليه تأثيره اكيد المباشر. النهارده هنكون في انتظار بيان هام من شانه يأثر على اسعار النفط، وهو مؤجل من امس نتيجة اجازة يوم الرؤساء الامريكية. هو مخزون النفط الامريكي الخام المتوقع ليه يكون سالب 2 مليون 429 الف برميل، مقارنة بالاسبوع الماضي اللي كان سالب 6 مليون 644 الف برميل. خلو ده كان كده بيكون انتهينا من اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء الايجابي لاسعار النفط الخام، والاداء الايجابي المستقر بشكل كبير، ووجوده على 61.20 ده مؤشرات كلها طبعا ده اشارات ايجابيه، ثباته على المتوسطات السعريه ده ايجابي على مؤشر السار، على مؤشر فلاترين، عوده للستوكاستيك للاداء الايجابي، حتى الاي ام اي برغم التذبذب ولكن هيستقر مره اخرى ويعود للاداء الايجابي. ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن مش شرط كسر 63 70 علشان يروح ل 65 15 وراها 66 75، مره ثانيه كسر 63 70 وراها ال 65 15 وراها 66 75. السيناريو الاخر المعاكس هيتحقق بكسر 59 20 وراها 57 40 واخر نقطة عند 56 فلات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول الايمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.